هل وجود المرأة السعودية في على الشاشات يخالف الشرع فعلا؟ المرأة نريد ثقافتها، نريد فكرها، نريد مشاركتها في التنمية، تنمية المجتمع. لكن الذي تصر على أن لابد تخرج في الشاشات هي تصر أن يظهر الجسد. لماذا نحن نظلم المرأة ونقول لا نستطيع نستفيد منها إلا بإظهارها أمام الناس بهذه الطريقة؟ ماذا شعرت عندما قرأت عن النقاش الذي دار في مجلس الشورى السعودي حول مشاركة المرأة السعودية أو ظهور المرأة السعودية في العالم؟ ماذا شعرت؟ شعور بالظلم والتجني طبعا. كل العلماء على خلافهم في قضية الحجاب متفقون على أن إذا كان يعني كشف وجه المرأة هذه له تبعات أخرى مثل الفتنة، مثل قضايا أخرى لا يجيزونه. أمر آخر، لما أجازوا كشف وجه المرأة وضعوا ضوابط، حتى الشيخ الألباني ذكروا أن الوجه والكفين فقط، بالضبط، لا أن تظهر النحر ولا أن تظهر الشعر. صح. ولا أن تظهر أيضا بالمكياج وبالمزينات، هذه ذكروها العلماء واتفقوا عليها. سيدي، عندما أظهر أنا على الشاشة وأطالب بحقي بأن أناقش وأقوم بدوري في هذا المجال المهني، وأطالب أن يظهر وجهي وهو هويتي التي لا أقبل بأي مجال من المجالات أن تلغى هذه الهوية، من هؤلاء الذين يقررون لي ماذا يجب أن أكون عليه؟ لماذا تعاملوني كسيدة أنني ناقصة الأهلية وهنالك دائما صوتا ذكوريا يقرر لي ما يجب أن أكون عليه؟ أنا سيدي رب العالمين سواني معك في الواجبات وفي العقاب وفي الثواب. عندما تصوم أنا أصوم، عندما تصلي أنا أصلي، عندما تسرق تقطع يدك، وعندما أسرق تقطع يدي. وهذا دليل أكبر وأعظم على أنني لست ناقصة الأهلية، وأعي ماذا أفعل وأعرف كيف أحترم نفسي. وليد استغرب أن أقوم كمذيعة بوصف مجتمعي السعودي بأنه يعني يتعرض إلى غسيل دماء، وهذا شيء غير مستغرب بتاتا يا أستاذ وليد أو دكتور وليد، طالما أننا منذ سن السابعة تقريبا أو السادسة في سن حياتنا المدرسية الأول الابتدائي وحتى الثانوية العامة ثالث ثانوي عندما نبلغ 18 عاما وحتى بعد أن ندخل الجامعة ونحن نتلقى ونتلقى ونتلقى ونحفظ ونحفظ ونحفظ، ومن يجرؤ منا ويناقش ويسأل أو يتساءل يوصم بيستغفر الله، عليك تستغفر الله، قد الآن تقوم بما يدخلك جهنم وأنتم من تخوفون الناس بجهنم فجلبتموها لهم على الأرض، جلبتم الجحيم للناس، قمتم بطمس ومنع الكتب للمدارس الفكرية المختلفة، منعتم العقل من أن يتحرك ومن أن يفكر ومن أن يقارن ومن أن يختار، وهو العقل الذي كرمه الخالق بأن يكون له رأي في اختيار مصيره في بين جنة ونار. ربنا كرم الإنسان بأن جعله مختارا يختار مصيره في هذه الحياة وفي الآخرة له العاقبة، وإنما العمل بالنية والنية الصالحة علمنا إياها المعلم الأكبر بأنها هي محرك كل تصرفاتنا. سيدي نعم، نحن مغسولة أدمغتنا يوميا من خلال المدارس، من خلال مدارس تحفيظ القرآن التي نطالب دائما بأن لا تكون تحفيظا بقدر ما تكون تفهيما وتفسيرا ومعرفة لمفاتيح اللغة العربية التي هي سر الخوف في القرآن الكريم وفهم أسراره. كفانا تلقيا كالببغاءات. نعم نحن مغسولة أدمغتنا إلا من رحم ربي.